والله ما انا عارفه انا راجعه امتى. هروح اطلع نسخه من شهاده التخرج. باي باي دلوقتي. بس والله اني شفتك، انا كده اتاكدت ان هي دي العماره فعلا. انت زدتك لغايه هنا. لو سمحت امشي دلوقتي حالا. ايه ده بالراحه، في ايه؟ ايه للدرجه دي خايفه من عيسى؟ نبقى نتكلم بعدين، بس امشي دلوقتي لو سمحت. نتكلم في ايه بقى؟ ما اعرفش نتكلم في ايه، بس امشي بقى. ما تقلقيش يا سهر، انا مش جاي لك انت، انا جاي لعيسى. جاي لعيسى ليه؟ دي اسرة الشغل، مش لازم تعرفي. مش كفايه ان انت اتخانقت اخر مره معاه في الشركه؟ هو بقى اللي قالك كده؟ قال انك ما رضيتش تديه الورق بتاعي. شقته فين يا سهر؟ شقته فين؟ الدور اللي فوق ده على يمين السلم. عن اذنك. هو انت طالعينه فعلا؟ تفتكري يعني بهزر معاكي؟ ايه ده؟ ايه اللي موقفك هنا يا ساره؟ منصور الحقني يا ساره، دلوقتي عند عيسى فوق. ايه ده؟ هي حصلت تيجي لغايه هنا برجليه؟ استنى بس، انت رايح فين؟ ما انا استحاله اسيب ابني يضيع مني واقف اتفرج عليه. طب اهدى بس، انت هتتخانق مع ياسر؟ لا انا هتسلط عليهم اشوف بيقول له ايه ده. ايه؟ مش هتقول لي اتفضل؟ انا جاي لك لحد بيتك؟ اتفضل. انت لوحدك ولا ايه؟ ايوه، ابويا في الشغل. كويس، عشان نعرف نتكلم براحتنا. اتفضل. افتكرتك قلت كل اللي عندك في الشركه. والله يا عيسى انا كمان افتكرت كده، بس لما فكرت كويس قلت بلاش يعني ابقى غلس للدرجه دي. صح، امسك. ايه ده؟ ده ملف بتاع ساره، في كل الورق اللي يخصها. ما تستغربش كده، انا عمري ما هجبرها انها تشتغل معايا غصب عنها. وليه بتديهولي انا؟ يعني تقدر تعتبره رشوه؟ بحاول ارشيك عشان ترجع تشتغل معايا من تاني. واشمعنى دلوقتي؟ عشان ما تتجننش تروح تشتغل مع نعيم. واشمعنى نعيم بالذات؟ اما هي كمان عرض علينا. عشان انت رحت له وقلت له ان انت موافق تشتغل معايا عيسى. يضايقك قوي ان انا اشتغل مع نعيم؟ طبعا. انتوا الاثنين مش شبه بعض، وبعدين انا محتاجك معايا. ايوه بس احنا الاثنين ما ينفعش نتخانق على واحده ست. وخصوصا يا سيدي ان هي خلاص خسرتك انت. انا صحيح كنت معجب بساره، بس خلاص خليني راجل واقعي وبقيت عارف ان هي اختارتك. ولو رفضت ارجع اشتغل معاك؟ انت حر. مش هقدر الومك، والدليل ان اديتك الملف قبل ما تفكر وقبل ما تقول اي حاجه. بص يا عيسى، انا خسرت ساره، ويهمني ان ما اخسركش انت كمان. ايه ده؟ لسه واقفة من ساعتها؟ لا أنا ما أنا مستنيه عيسى. اوكي. طيب تقدري تطلعي فوق وتسأليه إيه اللي حصل ما بينك؟ نورت يا آسر بيه. نورت. أعرفك بنفسي، أنا والد عيسى منصور الفقي خبير كمسرة. سمسرة؟ كمسارة، كمسارة يا بيه، يعني ايه الكمساري البريمو؟ كمساري كده، عشان كده حبوا يعينوني مشرف عام على كل الكمسارية اللي في البلد. أنا بصراحة ما مرضتش، لأن قلت إيه؟ أنا متمسك بالخط بتاع بين الصراط اللي هو الخط بتاعي، في بيني وبينه عشق يعني، واخد بالك يا ياسر بيه؟ ولا أنت واخد بالك ولا أنت فاهم أنا بقول إيه حتى. يلا سلام عليكم. الورق بتاعك. هو اللي اداهولك؟ ايوه.
طب ازاي؟ اكيد سمع عني وقال ياخدها من قصرها ويتقي شري. ياسر جاي يشتريني بالورق ده، عايز يلحقني قبل ما اشتغل مع نعيم. عايزك ترجع له؟ مش قادر افهم ليه. ايه اللي مش قادر افهمها؟ واضحه. ايه؟ قال لك لما اخسر واحد بدل ما اخسر اتنين. فعلا دي نفس الجمله اللي قالها. طب وانت ناوي على ايه؟ مش عارف. هو ايه اللي مش عارف بس؟ ما هي فرصه هي ترجع له وتبعد عن نعيم وسكته الشمال. ايوه بس انا اديت لنعيم كلمه. هو نعيم ده ليه كلمه اصلا؟ نسيت لما حب يرشيك عشان تبيع ياسر؟ لا ما نسيتش. بس برضه ما نسيتش اللي ياسر عمله فيا. وهو كفر عن اللي عمله اهو لما جه دلوقتي وقدم السبت ورجع ورق ساره. عم منصور بيتكلم صح يا عيسى. انت كل مشكلتك مع ياسر كانت انا. وديني خلاص هاخد الورق واروح اشتغل عند ميمي. اتفضلي. ألف مبروك الفستان. الله يبارك فيكي، إمتى يكون جاهز؟ يعني إن شاء الله يومين بكتير. يا ريت مش أكتر من كده عشان عايزة أسافر بيه. لا لا ما تقلقيش، إن شاء الله يكون جاهز في الميعاد. اتفضلي بقى. لا ربنا يخليكي ما عملتش حاجة. يلا ما ينفعش. ميرسي تسلمي. هستنى تليفونك بقى. ها؟ آه حاضر. يلا شكرا، كتر خيرك، مع ألف سلامة. آه. شكرا. خايف أقول لك وحشتيني تفهميني غلط. أنت إيه اللي جابك هنا؟ شفتي؟ شفتي فهمتي غلط ازاي؟ عيسى ممكن يجي هنا في اي وقت. هو مين اللي قالك ان انا ممكن ابقى خايف منه؟ انا اللي خايفه اقول له انك تعرف ميمي، ساعتها مش هيرضى اجي اشتغل هنا. طيب هو انت برضه ليه متصوره ان انا جاي هنا اصلا عشانك؟ هو امال جاي ليه؟ بصي يا ستي، عيد ميلاد رانيا عدى من كام يوم وعايز اجيب لها اي هديه حتى لو كانت متاجله. طيب اتفضل نقي اللي انت عايزه. لا انت عارفه ذوق رانيا كويس، عايزك تجيبي حاجه على ذوقك انت. عن اذنك. دول كويسين؟ أكيد حلوين طبعاً عشان أنت اللي اخترتيهم. هلفهم لك حالاً. هو أنت ليه مستعجلة؟ أنا ما صدقت شفتك على فكرة. سارة. أيوة. ابنك فين؟ اهو اهو. كويس قوي انك لسه عايش. نعم. جيت لقضاك برجليك يا عيسى. يا بنتي يا بنتي حرام عليك، قولي له حمد لله على السلامه الاول من العين السخنه. سخنه على دماغه ان شاء الله. كده يبقى في خناقه جديده. سيبنا لوحدنا يا بابا دلوقتي. عيسى سيبنا اخش اتصنت علينا من جوه. يا ابني يا ابني خليني واقف جنبك، هتحتاجني، دي فك مفترس. هي مش دي رانيا هانم برضه يا سي فالنتينو؟ انت جبت الصورة دي منين؟ ايه؟ كنت فاكرني هفضل نايمة على وداني وما اعرفش انك رايح لها العين السخنة مخصوص عشان تقابلها هناك؟ يا ابن اللذينة ما قلتليش ليه؟ هتريح بقى. أنا كنت بخلص شغل هناك وما اعرفش انها هناك. والنبي ايه؟ ويا ترى بقى القعدة الرومانسية دي كانت بمناسبة ايه ها؟ ولا تقابلته صدفة؟ رد أنت بقى عليها. أرد أقول إيه بس؟ بصراحة دي حاجة تكسف. أنا اللي غلطانة إن أنا سمعت كلامك وسبت لهم الشركة. أهي عندك أهي عيسى أشبع بيها، بس ما تبقاش تسألني بقى بعد كده رايحة فين ولا جاية مع مين. شفت بقى؟ احمد ربنا إن أنا وقفت جنبك، أنقذتك منها. كنت عامل حساب أشوفك إمبارح. بصراحة كنت راجع تعبان ومحبط. ليه؟ الشيخ جاسر باع الأرض لياسر علشان 3 مليون جنيه زيادة. يعني ابن الشاربي أخد اللقمة من بوقنا. بس تفتكر مين يعني يكون دل على سكتها؟ ما أعرفش. مش دي صورتك مع أخته في العين السخنة؟
كده بانت. اللي صورنا وبعت لك الصور بعتها كمان لخطيبتي. يعني قصدي يأذيني من كل ناحية.